أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. هنا يقول: هل المسافر أن يتمتع بكل شيء حتى معاشرة أهله في رمضان؟ نعم نعم، المسافر له الفطرة في رمضان، ومن ذلك إتيانه أهله إذا كانت زوجته معه مسافرة فهو حل، فالجماع حل لهما كما أحل الله لهما الأكل والشرب ما دام في السفر. نعم.